الاسم السيمون العيساوي خلاص ولد مدينة قرسيف، اللون الموسيقي الراي البدوي، عطينا فيه الكثير وعندنا جمهور الحمد لله في المغرب داخل الوطن وخارج الوطن خويا. هذه المدة ديال 5 سنين يعني من 2017 لهنا عطينا مجموعة من الأغاني اللي دارت الصيت ديالها في المغرب وبرا من المغرب، على سبيل المثال الأغنية ديال دانسي وسنابيلي، عندي حبيبة جولي كراميل، وكاين بزاف الأغاني يعني كاين فايتة واحد 10 ولا 15 الأغنية فايتة. مرحبا. شنو هما المهرجانات اللي خدمتي فيهم وكان تجاوب مع الجمهور بزاف؟ جميع المهرجانات اللي كنحضروا فيهم يعني كيلقاو تجاوب ديال الجمهور في المغرب كامل، يعني فيما مشيت يعني في الجنوب ولا الشرق ولا الغرب كتكون مهرجانات ناجحه على مستوى الامبيونس. وخلاص اللون الموسيقي ديالنا ولا محبوب يعني نشرناه وفوتناه ما بمدينه فاس، يعني فوتناه كان غير في المغرب الشرقي، دابا تجاوز المدينه ديال فاس واكتسح كاع التراب الوطني وهذا الشيء اللي كاين. شنو اكفس بلان وقع لك شي مهرجان؟ ما كاين حتى شي بلان، كاين شي مرات كيكون الجمهور الحب ديالو للفنان كيخليه يعني يتجاوز الحدود ديالو ولا يطلع عندك الميصا ولا كاين شي شويه ديال هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي بلان ما. الحمد لله. وكيفاش جاتك الفرصه تخرجتي من ارض الوطن؟ في 2006 كانت عندي الخرجه الاولى لاسبانيا ودرنا الاقامه ديالنا تما من 2006 لدابا، وكنمشي وكنجي، ولكن دائما التعلق الكبير سيمو عيساوي ديما كيكون في المغرب، كتكون شي خدمه كنطلع ما كتكونش كنرجع للمغرب، كانت الغربه يعني كريمه. دابا راه كل ما مشيت اي مدينه في اسبانيا ولا فرنسا ولا بلجيكا ولا كتلقى فيها نفس العدد اللي كاين هنا تقريبا، راه كاين تما كاين المغاربه موجودين يعني فيما مشيت. يعني كاين سهرات تما ومجموعه يعني من 2006 لدابا يعني كاين مجموعه من السهرات في الدول الخمس، بلجيكا في هولندا في ايطاليا، يعني شاكاني كنديروا ما بين 25 حتى 30 سهره في اسبانيا في العام. احسن مدينه كتعجبك في المغرب؟ اخويا تعجبني فاس، انا تعجبني فاس باسكو قريت فيها ودوزت فيها واحد التيمبو بزاف، وخلاص المدينه ديالي الاصل اللي هي قرسيف اللي ولافه ونبغيها. الارتباط ديالي بالمغرب كبير يعني كان نهار يعني ما كنفضلش نعيش في اوروبا، انا ما كنفضلش. بزاف الناس كيعرفوك مغني ولكن ما كيعرفوكش، واش فين تقدرتي الاعمال الخيريه ولا الاعمال الاجتماعيه، فين تقدرتي شي زياره مثلا؟ احنا ولاد الشعب وديجا درنا مجموعه من المبادرات ديالنا، كيحتاجونا اي جمعيه كنمشيو نلبي لهم الطلب ديالهم، يعني على مستوى المدينه ديالي، على مستوى وجده، على مستوى المغرب كامل. ودرنا مبادرات يعني درنا سهرات وفي دار العجازه، درنا في السجناء، درنا سهرات في السجن، ودرنا الجمعيات نتاع القلب والشرايين في وجده، درنا يعني بزاف يعني واحد العدد كبير. خويا سيمو بغيت نسولك، النهار فاش دخلتي اول مره دخلتي للدار الخيريه ولا دار المحسنين، شنو كان الاحساس ديالك؟ اخويا بالنسبه للاحساس اللي كاين، دخلنا بزاف ديال دار المسنين يعني مبادره من بعض الجمعيات وكنت كنتواجد معهم، يعني راه احساس كيكون صعيب على، والحمد لله المغاربه ما كيرضاوش وما كيبغيوش يديو ما كيديوش والديهم من دار العجزه الا القليل اللي كتكون لحظات استثنائيه، اما كيكون السيد بوحده ما عندوش اولاد ولا كتكون واحد الحاله قليله. المغاربه الحمد لله لا ماجوريتي كتجيبهم النفس على والديهم، وهذا المنبر كنحيي جميع الغيورين على 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 والديهم ويتهلاو فيهم، وهذا احساس ما كيحس به الاغلبيه اللي كيحسبهم ملي كيكونوا في الغربه، يعني كتشوف كيفاش كيتعاملوا مع والديهم، ونتمنوا المغاربه كاملين يوعوا بهذه المساله هذه، والام ما كتعوضش والاب ما كيتعوضش نورمال. فوالا. شنو كتعرف على الحب؟ اخويا بالنسبه للحب يعني ماشي نقول لك سايزيست با، كاين حب ديال الاشكال اخرى ماشي ما بين الرجل والمراه، يعني دابا الامور تبدلت بزاف ولي سونتيمون ما بقاوش، بقى دابا طغات الماديات، الماديات هي اللي طغات، والحب غادي كيما واحد لا شونسون قلت انايا في غادي صافي واحد 10 سنين ولا تاع دفنا الحب ومشينا في كنيستو وعالمنا عالم الجوطابل، نوصي كل عاشق يدر كنيتو والعزايت يعني نسى ايمابل، هادشي يعني كانت دابا راه ولات غير الماديات ولات اللون اخر. عمر شي واحد جا رغبك تخدم ليه في عرسو فابور؟
دائما انا بالنسبه للمستوى ديال ولاد بلادي يعني ولاد قرسيف ولا شي حاجه يعني كان المبادره ديالي وهادشي معروف به السي مولاي زاوي ما خصناش نتكبروا وما خصناش يقيسنا داك الغرور واللي عنده عنده واللي ما عندوش كتمشي مع كتمشي مع الوقت وصافي. عمرك غنيتي شي اغنيه ديال الحب؟ هو الاغاني من 2004 راه كاين مجموعه من الاغاني ديال الحب اما سواء يكونوا بشكل يعني ايجابي مع المراه ولا كيكون سلبي هادشي اللي كاين خطره ودابا حاليا ما غاداش نهضروا على الاغاني من 2017 لان تبدلت المفاهيم تبدلت الرؤيه للحب ما بقاش حب كاع ما بقاش لان الحب ولا جوطابل يعني دابا ولات موسيقى اخرى لي سونتيمونتال لي شونسون سونتيمونتال يعني بقاو نوبالي ما خداميش ولات واحد الجيل اخر ما عاد كي داير المهم راه حنا غادي مع الموجه. مزيان شنو هو الجديد ديالك؟ خويا الجديد ديالي غادي يكون مجمع بالاغاني غادي شي خمسه لي شونسون غادي يكونوا ابتداء من العيد الصغير دائما في اطار الري البدوي ودائما في اطار الهيتي وكاين شي حاجه عاوتاني المهم كنجتهدوا باش نرضيو الجمهور ديالنا وشامين الريحه ديال كما نقولوا ديال السكسي ان شاء الله. عطيني شي مهرجان في المغرب زعما ما خدمتيش فيه وكتمنى ان شاء الله تمشي له. وا خدمنا مجموعه من المهرجانات على المستوى اللي كتنظموا الجمعيات بالنسبه مازال ما كنديوش حقنا حنا من المهرجانات الكبرى يعني يعني اللي كتكون فيها جمهور كبير وكيكون فيها تغطيه اعلاميه كبيره وهذا الشيء طبعا راجع على اللوبي اللي كيسيطر ديما كنقولها ونعاودها هناك لوبي وعاد المافيا كتسيطر يعني مصغره صغيره بزاف ما كتجاوزش العشرات اللي كيحرموا الفن الحقيقي من الجمهور ديالو وعبر التراب الوطني وكنتمنى نديرو زيارات لان عندنا جمهور كبير وعندنا نيفو يعني اللي غادي يعني غادي يبان يعني سورتو في الجنوب الجنوب المغربي مازال ما درناش زياره مع باستثناء مهرجان طنطان اللي كنت شاركت فيه وكنتمنى نزورو مدينه سمارة والعيون وكافه الناس اللي كيحبونا في المكان. شي كلمه في حق الناس ديال قرسيف؟ ناس قرسيف معروفين وغادي المدينه كتكبر وغادي كتعرف بالرجال ديالها وبالفنانه ديالها وبزاف ديال المعطيات وحتى بالمنتوج ديال هذا الزيتون يعني صراحه المدينه ديال الزيتون على مستوى الانتاج وعلى مستوى القيمه وحتى فنيا فكتسمى دوزيام مهران كيتسمى دوزيام مهران لان فيها واحد العدد كبير ديال لي شونتور اللي العديد منهم نجحوا مجموعه من المغنيين نجحوا ووصلوا الصوت ديالهم للمغرب كامل. دابا عطينا الكلمة الأخيرة مع كلمة الشكر. كلمة الشكر للجريدة ديال أصوات والخويا عزيز ونتمنى لكم التوفيق وبالنسبة للجمهور ديالنا فكان وعدوه باش نديروا لامبوسيبل باش نرضيوه وحنا معاهم وهما معنا والرجولة بين العلاقة بين الجمهور السي مولاي زاوي والسي مولاي زاوي غتبقى دائمة وكونتر على الشميت في مكانه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.